The Roof and Racing انطلق الشوط الخامس على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مسافة الألف متر بعد انسحاب دارك سبيس من هذا الشوط. انطلاق موفق لست من الجياد اللوكال انتاج محلي وبانطلاقة جورج من يقود الشوط من البداية مع الفارس بول هانيغان. المركز الثاني يتواجد ديسمبر بشعار المحمدية مع الفارس نيل كالن. المركز الثالث هنالك اب تو يو اور داون تو مي مع الفارس ادنسون رودريغيز، بينما انطلقت عهد من جانب السياج مع الفارس ستيفان لاجاج. لا تزال الانطلاق حتى الان متواصل مع جورج بول هانيغان على صدارة هذا الشوط، والمحاولات قائمة من قبل ديسمبر مع الفارس نيل كالن من جانب السياج. انطلاقة عهد بشعار الخالدية مع ستيفان لاجاج، وهنالك أيضا محاولات من قبل ميعاد مع الفارس ليام كناري. إذا ستيفان لاجاج مع عهد، وهنالك أيضا ميعاد مع ليام كناري في دخول ثنائي على خط النهاية. إذا ميعاد من ينتزع صدارة الشوط الخامس.